الرمال تهدد 3/4 البشر وتتلف 12 مليون هكتار سنوياً، ولكن لا خوف على العالم ما دمنا نمتلك العلم. احفظوا هذه الكلمات كلما سمعتم أحاديث عن كوارث تهددنا. ستختفي الصحراء من أمامنا في غضون 7 ساعات. ليس سحراً، وإنما هي واحدة من منجزات البشر العلمية. الـ LNC مادة تحول الرمال إلى تربة صالحة للزراعة. فهل تختفي صحاري العالم فعلاً؟ عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم من جميع زوايا، فلا تنسى الاشتراك بالقناة والمرور علينا في التعليقات. ليست حروباً أو أوبئة، وإنما الرمال. 3/4 سكان الكوكب يهددها التصحر، والدول النامية أكثر من غيرها. منذ بداية الألفينات ارتفعت حالات الجفاف ومدتها، وينهك الإجهاد المائي أكثر من 2 ملياري شخص، أي بمعدل 1 من كل 4 أطفال بحلول عام 2040. تهديد للنظم الإيكولوجية لا يستثني أي دولة من العالم، ولو غاب عنكم المعنى الدقيق للتصحر، فهو مجازياً طلب التربة للمساعدة عموماً، ويعود ذلك لتدهور نسب رطوبة الأراضي بسبب التغيرات المناخية وسلوكيات البشر. وعلى عكس ما يعتقده الغالبية منا، فالتصحر ليس توسع الصحاري الموجودة، وإنما هو إجهاد مفرط واستنزاف للأراضي الجافة التي تغطي ثلث مساحة اليابسة على كوكبنا. وتوقف إنتاجية الأرض يؤثر على التنوع البيولوجي، مما يزيد من الاحتباس الحراري، وبالتالي الجفاف وارتفاع مساحات التصحر، وهو ما فسر فقداننا لـ 12 مليون هكتار سنوياً كانت تنتج لنا 20 مليون طن من الحبوب. زد على كل ذلك 44% من الزراعات التي لا تتواجد إلا في المناطق الجافة. فالصين مثلاً تعتمد في تغذية سكانها على 7% فقط من أراضيها. ولو ألقيت نظرة أخرى على الأرقام ستتفاجأ بأن إفريقيا هي القارة الأكثر تصحراً، لفقدانها أكثر من 250 ألف ميل مربع من أراضيها. وأبرز مثال على ذلك تونس الخضراء التي باتت تعاني أسوأ حالات التربة في العالم. لابد على الكل أن يتعامل مع الأرض على أنها رأس مال طبيعي ثمين ومهم ومحدود، يضعنا وجها لوجه مع أكثر العواقب فتكا بالبشرية، المجاعات التي فتحت بدورها باب الهجرات الجماعية، وبالتالي سلسلة من صراعات القبائل على الأراضي. ولكن يبدو أن كل ما سبق ذكره سيكون بدون معنى. لا صحراء بعد الآن. ستختفي الصحراء من أمامنا في غضون 7 ساعات، ليس سحراً، وإنما هي واحدة من منجزات البشر العلمية. اكتشاف يحول رمال الصحراء إلى تربة صالحة للزراعة. شركة نرويجية ناشئة تتوصل إلى نتيجة خيالية بعد عقود، وتعلن أن الـ LNC المادة التي ستغير وجه الصحاري، وتتخطى نجاعتها كل الحلول التي وضعت قبلها، بداية من حواجز الأشجار إلى الشجيرات المقاومة للسحب. منذ بداية العقد الأول من القرن 21، والعالم النرويجي كريستيان أوليسن يعمل على تطوير معجزته، واستطاع أن يطور مدة فاعليتها من 15 يوماً إلى 7 ساعات في نفس قساوة الظروف. وقبل شرح تفاصيل ذلك، لابد من الإشارة إلى الأساس الذي تم الاعتماد عليه. منذ آلاف السنين يلجأ المزارعون إلى الطين من أجل زيادة خصوبة التربة وتجهيزها للزراعة. والمطلع على هذا المجال عموماً سيلاحظ أن دلتا النيل هي أكثر المناطق خصوبة بفضل تربتها الطينية. ولكن العمل في أرض قليلة الخصوبة رغم وجود طبقات الطين الكثيفة يصنف على أنه من أصعب المهام الزراعية، كما أنه الأكثر استهلاكاً للوقت مقارنة بالرمال. ولحل إشكال الخصوبة ومنع تسرب المياه من الرمال في آن، تم العمل على مبدأ مزدوج النجاعة نتجت عنه مادة الـ LNC، وذلك بوضع جزيئات من الطين تكون ذات حجم صغير في هذه المادة، الهدف منها مساعدة الرمال على المحافظة على الماء.
وتمكنت الشركة النرويجية بذلك من تحويل سماكة الطين إلى سائل يتم رشه على رمال الصحراء، وذلك باستخدام أي تقنية ري معروفة وحتى المرشات العادية. ويتسرب السائل داخل الحبيبات الرملية تدريجياً لبضع عشرات من السنتيمترات ليمكن النبتة من مقاومة المكان الصحراوي والتمتع بالمغذيات الأساسية. أثبتت التجارب فعالية العملية بعد ساعات من رش المادة، ويستمر تأثيرها على الرمال المعالجة لخمسة أعوام. يتطلب بعدها إعادة العملية على هذه التربة المنشأة صناعياً لتتواصل قدرتها على حبس الرطوبة داخلها ودعم حياة الزراعات. قد يبدو أن سائل الطين هذا أمر عادي، لكن ليس بعد أن تعلم عن كلفة هذه المعالجة. المتر المربع الواحد يتطلب ما يصل إلى $5، ولو أخذنا بعين الاعتبار المساحات التي سيتم تحويلها ستدرك تلقائياً المبالغ الخيالية التي ستصرف. ومنذ بداية استعمال المادة حتى 2020 جمعت الشركة $5 مليون لتطور بذلك وحدتي إنتاج توفران 40,000 لتر من سائل نانو كلاي خلال ساعة، يكفيها لمعالجة ما بين 1,000 إلى 2,000 متر مربع من الرمال. وتعمل الآن على إحداث وحدة متنقلة يقدر إنتاجها بعشرة أضعاف تلك الكمية. وبحسب الخبراء فإنه لو خفضت الأسعار قليلاً سيكون أمام الدول الأقل دخلاً فرصة لإنقاذ أمنها الغذائي ومواصلة العمل على تطوير مجالها الزراعي. ولو أنك ما زلت تتساءل عن مدى صحة الأمر، فالدليل موجود على أرض الواقع وتحديداً في دبي حيث تركز الشركة أعمالها. وقبل مدة تم إرسال فريق مختص لزراعة قطعة صحراوية ببذور البطيخ والدخن اللؤلؤي وغيرها لتتحول كثبان الرمال بعد 5 أشهر إلى صفوف من النباتات الخضراء. ولأنها تستورد حوالي 90% من غذاء سكانها، تركز الإمارات على زراعة صحاريها واعتبارها من أبرز أولوياتها لضمان أمنها الغذائي. لا يمكن إنكار أن لكل اكتشاف جديد تبعات سلبية، ولكن حسب الخبراء فإن خطورة مادة الـ LNC قد تمس تركيبة الأنظمة البيئية الصحراوية باعتبار أننا سنقوم بإدخال مادة جديدة عليها. ولكن ومن جهة أخرى فإننا صرنا قادرين على التقليل من الضغط على متطلبات الري، والأهم من ذلك هو قطع مسافة هامة في مسار استرجاع 1,000,000 هكتار من الأراضي المتدهورة، الرقم الذي وضعه المؤتمر العالمي COP15 لمكافحة التصحر كهدف نصب عينيه بحلول 2030.